السلام عليكم، معكم المدرس حكمة البايرلي. حل التست 11 بالصفحة 301. التمرين الأول، في عندي هاي الأشكال، المطلوب معرفة الرقم اللي موجود بهذا المكان. طيب بلاحظ هون، إذا ضربت 5 ضرب 6 الناتج 30، 6 ضرب 3 الناتج 18. طيب 30 ناقص 18 12، إذا هون جدار الرجلين ناقص جدار الإيدين بيعطيني الرأس. هون أيضا 4 ضرب 8 32، إذا هون ضرب 1 ضرب 5 5، 32 ناقص 5 27. إذا عم نطرح جدار الرجلين ناقص جدار الإيدين، إذا هون بصير عندي 5 ضرب 6 30 و 4 ضرب 2 8، 30 ناقص 8 22، والإجابة هي ب. التمرين الثاني، المطلوب هون معرفة العدد اللي داخل المثلث. بلاحظ هون إذا ضربت 4 ضرب 19 بيساوي 76، إذا جمعت منازل الناتج بيعطيني الرقم اللي داخل المثلث، إذا هون 7 زائد 6 بيساوي 13 اللي هو الرقم اللي داخل المثلث. هون أيضا 23 ضرب 5 بيساوي 115، إذا جمعت منازل الناتج 5 1 6 1 7 بيعطيني الرقم اللي داخل المثلث. 12 ضرب 4 بيساوي 48، بيجمع منازل الناتج 8 و 4 12، إذا هون العدد 12 والإجابة هي ب. إذا هون جداء المربعات ثم جمع منازل الناتج.